شارع 60. شنو معاناتنا؟ معاناتنا يعني انت الواقع الحال هو اللي يكشف، يعني طريق مكسر، تراكم الاوساخ والنفايات، بلديه ماكو خدمه، تعبانه حيل. يعني المنطقه مهمله بالكامل، يعني انت لو تفوت جوا هسه راح تشوف اشياء بشعه، اي خدمات بلديه ما اكو. يعني يسولفونا بالتلفزيونات، يطلعون المسؤولين يقول لك احنا واحنا وقدمنا كل شيء، ما حد قدم ولا حد وصلها هاي المنطقه نهائي. يعني منطقه مهمله، لا كهرباء، الشوارع تكرم الاوساخ وهاي المتراكم. شوف شوف انت، يعني اذا ترجع السابينة للصوره ضواعها ورا السيارات، يعني منظر جريمه. هذا شارع حيوي 60 يربط يعني منطقتين، الهرمات وتموز ومشيرفة والعريبي كلها هنا. يعني هذا المفروض يعالجوه، ما يبقى شيء. بس احنا بشارع 60. شنو معناتكم هنا؟ والله معناتنا نطالب اصلاح هذا الشارع. يعني صار له من 2007 هذا، ما حد جاء على الشارع ولا حد سأل ولا حد قال. يعني شوف، يعني هذا حالة الشارع هذا، احنا ب 2018 يعني هذا الشارع، يعني شنو سالفتهم به اللي ما حد جاء ولا حد وصل؟ ما شفنا احد من المسؤولين. يعني هذا وقت المطر طلاب ما يقدروا يروحون على المدارس، هذا كله الشارع يصير وحل. يعني الى متى تظل هاي المعاناه؟ يعني الناس تعبت، هذا الشارع يعني السيارات تمر كثير، كهرب وعدونا بكهرب وخذوا المحولات راحوا وما جوا. يعني ما احكي شيء، هي الوضعيه هي تتكلم عن حالها. شوف الشارع، شوف الوضعيه، يعني هذا شيء حاله يرثى لها. يعني شو اقول لك؟ شوف هاي الاوساخ، يعني هذا وقت المطر احتمال انت هسه تقدر تمشي هنا، بس وقت المطر لا اكو يعني بشر يقدر يعبر. يعني شو اقول لك؟ تركب بلم وتعبر؟ ما 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 نقدر نحكي. يعني المسؤولين المفروض يشوفون هاي الحاله، يعني ما ترهم. مو بس هاي، اكو اكثر يعني معاناه هاي الناس. هاي منطقه شعبيه يعني تفتقر الكهرب، يعني الوجبة تجي كل شهرين، احنا ايش وين؟ والله هذا الشارع ناقص خدمات، تبليط، هاي الانقاض يعني بالشارع، وقود ما متوفر، كهرباء، ماي، هاي كلها ناقصة هنا. شنو مطالباتكم الحكومة؟ والله نطالب الحكومة يشوفون المنطقة، مسؤول يجي اللي عايز يصير. هذا شارع مهم، هذا على خمس ست مناطق يهدي هذا.